مساء الخير، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج حكاية خبر. نحاول أن نلقي فيه الضوء على أهم القضايا على الساحة المصرية والعربية، ونبدأها بعناوين الأخبار. استمرار تحسن أداء الوضع الاقتصادي المصري ونجاح تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ 2016، حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو له خلال 11 عاما. طبعا دي من الاخبار المبهجه اللي بنحاول نبدا بيها ونطمن بيها الناس، زي ما تملي الرئيس السيسي بيقول ان الشعب المصري تحمل تبعات الاصلاح الاقتصادي وان الاوان انه يستفيد من هذه الاصلاحات. الاقتصاد المصري كل المؤشرات العالميه بتؤكد ان هو من اعلى الاقتصاديات في المنطقه، وهو متصدر اهم معدلات النمو في العالم خلال هذا العام الحالي 2020. التموين بتؤكد انها ستبدا انتاج السكر المحلي من البنجر، وتوقعات باستلام 2 مليون طن من المزارعين. الصحه بكره ان شاء الله ستطلق حمله كبرى للتطعيم من مرض شلل الاطفال تستهدف 16.5 مليون طفل. ومن الاخبار الطقس، يعني احنا في فصل الشتاء كل شويه الطقس بيتغير، الطقس النهارده كويس لكن بكره الاعصاب بتتوقع انخفاض 4 درجات عن المعدل النهارده، وامطار غزيره باغلب الانحاء يعني منها العاصمه القاهره. من الاخبار العربيه، وزير الخارجيه السعودي بيؤكد ان المملكه بتفضل الحل السلمي في اليمن. طبعا ده كان النهارده في اطار مؤتمر ميونخ للامن اللي شاركت فيه مصر. وزير الخارجيه المصري سامح شكري استعرض في مؤتمر ميونخ للامن التحديات التي تواجهها مصر والتحديات الموجوده في منطقه شمال افريقيا وعلى راسها ليبيا. من الاخبار اللي بتهم الناس، وزاره التعليم اعلنت النهارده ان سوف تتعاقد مع خبراء يابانيين للاشراف على كل المدارس اليابانيه في مصر. وفي قطاع الاعمال، الرئيس السيسي اكد بضروره الاهتمام بتطوير شركات قطاع الاعمال. يوم 11 ابريل المحكمه ستنظر في قضيه مهمه جدا، يعني قضيه او في دعاوي عزل موظفي الاخوان من الجهاز الاداري للدوله. ومن الاخبار اللي بتهم المصريين دلوقتي، في مشكله يعني كله بيخشاها طبعا، مشكله فيروس كورونا. السفاره الصينيه اكدت انها تتعاون مع مصر ومع المجتمع الدولي بشكل شفاف حول وباء كورونا. وزاره الصحه النهارده اعلنت، يعني ده من اطار في اطار مبدا الشفافيه ومصارحه المواطنين المصريين واطار المصداقيه اللي بتتبعها الدوله وعلى وزاره الصحه. فيروس كورونا منتشر في العالم، لكن الحمد لله بفضل اجراءات الحجر الصحي والاجراءات الاحترازيه اللي بتاخذها مصر، وده اللي اكده مدير منظمه الصحه العالميه وممثل منظمه الصحه العالميه في مصر. مصر اول ما علمت بان في اكتشاف اول حاله فيروس كورونا في مصر لاجنبي، تم اجراء يعني اتخاذ الاجراءات اللازمه واتخاذ الاحتياطات اللازمه، وتم يعني التصرف نحو مواجهة الاحتياطات حول الخوف من تفشي هذا المرض. وزارة الصحة بتؤكد انها متابعة للموقف، وبتؤكد انها تواصلت مع منظمة الصحة العالمية. دكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الاعلام اكد الوزارة ان الوزارة نجحت في اكتشاف اول حالة شخص اجنبي مصاب بفيروس كورونا في مصر بفضل الخطة الاحترازية للوزارة، واكد ان سيتم متابعة كل القادمين من الدول التي ظهرت بها اصابات بهذا الفيروس. نتمنى للمصريين ونتمنى لكل الناس السلامة، وان الفيروس ده ينتشر. طبعا في اطار متابعة اهم الاخبار على الساحة، في خبر مهم جدا، مرصد الافتاء الصادر عن دار الافتاء المصرية نشر بيان مهم جدا امبارح، انتقد فيه تسييس تركيا للشعائر الدينية. طبعا زي ما كلكم شفتوا ان مجموعة من الاتراك في الحرم المكي اثناء ادائهم لشعيرة العمرة قاموا بالهتاف للاقصى. الاقصى موجود مش بعيد عنهم، ايه اللي خلاهم يروحوا الحرم المكي؟ كل الجهات الدولية، مرصد الافتاء، كل المشايخ والعلماء انتقدوا ان تركيا بتحاول تسييس الشعائر الدينية وتدخل السياسة في الشعائر الدينية. معنا ومعكم اليوم ضيفنا الكاتب الصحفي عمرو عبد المنعم والباحث في شؤون الحركات الإسلامية للتعليق على هذا الأخبار. أهلا أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك، منورنا النهاردة. أهلا بحضرتك. هو لا يخفى عن الجميع الدور الذي تلعبه تركيا منذ فترة في محاولة تسييس الدين واستغلال التاريخ واستغلال الدراما واستغلال الثقافة
في عملية الترويج لأفكار أردوغان وأفكار التي رددها أردوغان بقمة الصراحة والوضوح في مؤتمر كوالالمبور الأخير في ماليزيا، عندما طرح فكرة أستاذية العالم، وهذه نفس المنهجية التي عند جماعة الإخوان المسلمين، وطرح فكرة العثمانية الجديدة، إعادة أوهمهم إعادة تدوير فكرة الدولة العثمانية، لأن التاريخ لا يرجع إلى الوراء كما يعلم السادة المشاهدين. تحاول تركيا استغلال كل المنافذ الصغيرة التي تستطيع أن تنفذ من خلالها لترويج أفكار وتصورات يعني الجميع يعرف أنها عفى عليها الزمن، والتاريخ فيها واضح وجلي. ما قام به مجموعة من الأتراك في الحرم المكي عند أداء شعيرة العمرة هو هذا النوع. سبقه أكثر من موقف، مثل مثلا الدراما التركية في مسلسل أرطغرل، وسبقه المؤتمر الدولي الذي عقده أردوغان بحلفائه في منطقة العالم الإسلامي لمحاولة زعزعة واستقرار وتفرقة الأمة بإيجاد بدائل للمنظمات العربية أو المنظمات الدولية أو المنظمات الإسلامية التي حدثت بعض الاهتراءات أو بعض الضعف فيها، نعترف بذلك، ولكنها لا بديل لها، وخاصة من السياقات التي يطرحها أردوغان وتركيا وقطر ومحور التركي الذي يحاول استغلاله أردوغان في الفترة. يعني لو تكلمنا عن موضوع البيان اللي أصدرته دار الإفتاء هنا النهاردة، نقول بيان دار الإفتاء إن أدان مرصد الفتاوى الفكرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية تسييس النظام التركي للشعائر الدينية وإقحام المناسك الدينية في العمل السياسي، وذلك عبر تكليف إحدى المنظمات التي توظف الطقوس الدينية لتوفد بعثة عملة للأماكن المقدسة. مصر الإفتاء أكد أن الشعائر الدينية وأماكن العبادة وخاصة الحرم المكي لها قدسية خاصة ولا يجوز الزج بها في العمل السياسي، وينبغي على كافة المسلمين الحفاظ على تلك المقدسات وعدم تدنسها بالأجندات السياسية. يعني المرصد أكد في بيانه برضو أن الدفاع عن المسجد الأقصى وحماية المقدسات الإسلامية لا يعني تدنيس الحرم المكي بالشعارات السياسية. بالفعل إحنا هنا بنواجه فعلا من أنصار تركيا أو من الأتراك تحديدا محاولاتهم المستمرة التي لا يملوا منها، وآخرها ما حدث وكان نتيجته أن دار الإفتاء وكل مشايخ في العالم الإسلامي أدانوا ما حدث، وزي ما شفنا الصحافة العالمية كلها انتقدت موقف تركيا وموقف الأتراك الواضح جدا اللي هو بيحاول يوظف العمل السياسي وتدنيس المقدسات الدينية. الأول يعني دعني أتحدث يعني في برهة من الوقت عن مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء. والحقيقة أن هذا المرصد أثبت في المرحلة الأخيرة ريادة حقيقية. من خلال متابعتي لأنشطة مرصد دار الإفتاء المصرية، وهي الدار التي تأسست في عام 1895، وحتى هذه اللحظة هذه الدار العريقة التي تخرج وتطلع وتقوم ب عمل جليل من خلال بعض المشروعات الفكرية التي طرحتها على وجه الأخص مرصد الفتاوى التكفيرية، وهم مجموعة يعني أنا حاولت أن أقترب من بعض السياسات الخاصة بها من خلال مؤتمر دار الإفتاء العام هذا العام والعام الماضي، وجدت أنه منتج في الحقيقة يستحق التقدير والتحية. ننقل على الجزء الثاني وتسييس الدين. لعبت إيران منذ 20 عاما هذا الدور وفشلت في داخل الحرم، عندما كانت تقود المظاهرات وتقود الجحافل المتطرفين من دولة إيران داخل الحرم وتحاول أن تسيطر وتحاول أن تثير الشغب، وكانت تركيا على وجه يعني الأخص كانت تنتقد ما تفعله إيران.
على اساس ان كيف ايران، هذا ايران التناقض؟ شيعه وتركيا سنه. كيف هذا التناقض؟ تركيا الآن تلعب بهذه الورقة داخل الحرم وداخل الأماكن المقدسة. ولك أن تتخيل أنه في بيان آخر تحدثت فيها المؤشر الإعلامي المؤشر للفتوى الإعلامي يحلل للفتوى. الخطاب الإفتائي في الداخل التركي وخارجه نعم، اللي بيحاول فيه خدمة أعمال أردوغان التوسعية. بالفعل استغل أردوغان مجموعة المفتيين، واستغل مفتي ليبيا وهو قريب من على الحدود المصرية، صادق الغرياني، وهو مفتي إخواني بالمناسبة، وعلى طول يعني هو بيتبع حكومة السراج، يعني اللي هو تركيا، بدعم تركي بدعم ودعم تركي قطري واضح. ودعم واضح لا يخفونه، يعني لا يخفونه. أو الحقيقة أن يعني التعامل مع تسييس الفتوى في المرحلة الأخيرة من خلال سياسة أردوغان، قامت الدنيا ولم تقعد، قامت قنوات الإخوان ولم تقعد على هذه السياسة. فلماذا هذا التناقض الواضح والجلي في المسيرة؟ أليس هذا استغلال للدين؟ عندما يعني تصعد دار الإفتاء ويصعد مرصد الفتوى بالأزهر الشريف ويصعد علماءنا الكرام الثقات على المنابر ويردون سياسات أردوغان ويردون سياسات تركيا التوسعية والاستعمارية داخل المحيط العربي وداخل مصر وداخل ليبيا وداخل بعض النفوذ الداخلي والنتوءات الصغيرة التي يلعب فيها هو تركيا. التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة العربية واضحة، والجامعة العربية أكتر من مرة حاولت أو نشرت بيانات، والقمة العربية الأخيرة اللي كانت في تونس خرج البيان الختامي ليها تحدث عن التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة. ده لا يخفى على أحد، ده موجود في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا الآن. هم يعني لا يلبثوا انهم يخلصوا من مشكله يحاولوا يخلقوا مشكله تانية، واخرها ليبيا زي ما كلنا شفنا. انا عايز اضيف لحضرتك ان التاريخ التركي ليس كما يردد الاتراك ويردد بعض الاسلاميين الذين لا يعون دراسه التاريخ ولا يعرفون حرفه التاريخ. الحقيقه ان المصري المواطن المصري في اواخر العصر العثماني ضج ذراعا و يعني ضج بالحكم العثماني، بالحكم العثماني وبالعنطزه والتدخلات التركيه، لدرجه ان الجبرتي وصف هذا الامر ووصف العسكر التركي بنفس الوصف الذي وصف فيه العسكر الفرنسي، العسكر الفرنسيس. لذلك فكره اعاده تدوير التاريخ المصري يعيها تماما. يا أخي وليد، لك أن تعرف أن المصري دائما عنده مثل بسيط، إن كنتم نسيتوا الإجارة هات الدفاتر تتقرى. ماذا فعل الأتراك في الشعب المصري وماذا فعل في الحكومة؟ مؤخروا مصر 100 سنة للوراء. يعني هو نوع من الاستعمار بثوب الدين، لذلك توظيف الدين في السياسة واللعب على وتيرة الدين لابد أن نستيقظ لها، ولا ويجب أنه في هذه التوقيتات الحرجة أن نعي تماما الدور الذي تلعبه بعض الفضائيات التي تتخذ من الترند وتتخذ من التمويل لرفع منسوب المشاهدة بطريقة موجهة أمر في غاية الأهمية. يجب المواطن أن لا ينبهر بنسبة المشاهدة الممولة المدفوعة مشاهدة من أنصار الأمر الإخوان مدفوعة الأجر. أحيانا كمان يعني يدعي بعض أن المصريين يدخلون على قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا وهذه نسبة المشاهدة عالية والمصريين لا يشاهدون قنواتكم والمصريين لا يشاهدون. هو لا يعرف أن هناك صناعة في السوشيال ميديا، صناعة في الفضائيات، صناعة في عالم الميديا بشكل عام تحاول أن توجه العقول. وهذا هو ما نطلق عليه في العلوم الاجتماعية فكرة خرطوم الأباطيل. خرطوم الأباطيل نوضحها بس للناس يعني إيه؟ خرطوم الأباطيل إن هو أن أطلق سلسلة من الإشاعات الكاذبة، سلسلة موجهة كثيرة جدا جدا على السوشيال ميديا، فن صناعة الإشاعة. فن صناعة الإشاعة بطريقة مختصرة. تقدم هذه الإشاعات وتقدم هذه الأباطيل بحيث لا يستطيع أي كادر أو أي مؤسسة إعلامية أن ترد على هذا الكم من الإشاعات، فيصاب المجتمع بالإحباط، ومن هنا
يحدث التدخل ومن هنا يحدث الانهيارات الداخلية. الحمد لله أن هناك يعني بس احنا برضه لازم نوضح ان هم القنوات دي اوهمت او حاولت توهم الناس بانها تسعى للصالح الوطني المصري، لكن هم تم فتحهم في الفتره الاخيره هم بيسعوا لصالح تركيا، بيسعوا لصالح قطر، بيسعوا لصالح من يمولهم، فهذه القنوات لا تسعى للصالح الوطني اطلاقا، وده انكشف في الاحداث مثلا بتاعت ليبيا واحداث ملف الغاز المصري، كل ده اتضح للناس واضح، باقي بس ان انصار جماعه الاخوان الارهابيه هم اللي يقتنعوا بكده ان هذه القنوات تسعى لدعم من يمولها وليس للصالح الوطني المصري. بالفعل يعني هي فكره التمويل هي الفكره التي تسيطر على خلايا وعقول وافئده شباب الاخوان وقواعد الاخوان في كل المناطق، في كل مناطق المعمور. لك ان تتخيل ان فشل قنوات الإخوان في إدارة المرحلة التي ما قبل 25 يناير كانت ظاهرة عندهم وليس عندنا. هي نحن انتهت في النهاية شاهدنا الجميع، شاهدنا ما حدث في قناة مكملين وكيف يعني قفز واحد من أدعياء الثورة القديمة وأدار أحد البرامج الحوارية لصالحه لمدة أكثر من ساعة وربع أو ساعة ونصف. شاهدنا المعارك الداخلية في أحد القنوات الأخرى، فضحوا بعض، على الأموال وعلى الترندات وعلى الأموال التي تأتي من اليوتيوب. وعندنا بيقول لك أما الحرامية بيختلفوا بتظهر السريع، بتظهر السريع. فإذا إحنا يعني لا داعي أن نضخم في هذه القنوات. الحمد لله أننا نملك مشروعا فكريا، مشروعا حضاريا نضحي من أجله. وبالمناسبة يعني أدينا يعني جميع المصريين رأوا أنه ليس التضحية فقط في الجيش المصري من العساكر والجنود، لكن القيادات. يعني الشهيد مصطفى عبيد وعلى رتبة عميد رحمه الله، الشهيد مصطفى عبيد يقول المولى عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني نحن الآن أمام مشروع كل جميع الموجودين في سيناء مشاريع شهادة متحركة، صحيح. ويستعدون للموت ويستعدون للقاء الله عز وجل بكل وضوح وكل صراحة، وهم سعداء عن قضية. لكن لنا أن نكون لنا العبرة الآن. الجميع رأى محتويات ومقتنيات التي كان يملكها الشهيد الراحل مصطفى عبيد، العميد الراحل، مجرد ما يملك من الحطام فلوس. الدنيا مجموعة نقود لا تتعدى 150 جنيه وأقلام والكرنيات يا هذا ما يملكه من حطام الدنيا، وضحى بأغلى ما يملك، ضحى بروحه في يعني للوقت. تحية لزوجته وتحية لأبنائه، وتحية لكل شهداء الجيش المصري وكل شهيد في الجيش المصري وكل شهيد من شهداء الإسلام والمسلمين في ربوع الأرض كلها الذين يضحوا والذين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة برضو، نقول للسادة المشاهدين إن تضحيات رجال الشرطة ورجال الجيش البواسل هي اللي أدت إن معدل العمليات الإرهابية في نزول. احنا كنا مثلا في 2013 2014 222 عملية إرهابية، 2015 بقوا 150، 2017 بقوا 50، 2018 بقوا 8 فيهم 2 تم إحباطهم وخمسة بقنابل متفجرة عن بعد يعني، واخد بالك؟ فكل فترة العمليات الإرهابية بتنزل، ده يؤكد إن الخطة المصرية فعلا ناجحة وإن المواطن المصري دخل على خط الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب. لو تتذكر عملية مرمينا جرجس اللي دافع عن اللي مسك الإرهابي مواطن مصري عادي. أستاذ وليد، أنا بس عايز أوضح نقطة، ودي ليست يعني حديث لممالأة النظام أو بنتكلم عن واقع، لا احنا بنتكلم عن واقع فعلا. من قيمة يومين كان في أحد القنوات الفضائية المعادية تتحدث عن قدرات الجيش المصري أمام قدرات الجيوش الأخرى، وبيكون بقمة السخرية قال أحدهم: شوفوا إيه اللي بيحصل لكم في سيناء. دعني أن أقول ما يحدث في سيناء هو إنجاز على كل مستوى. إحنا بقى دورنا هنا، أستأذنك يا أستاذ عمرو،
احنا دورنا هنا زي ما دور حضرتك كاعلامي وصحفي، دورنا هنا ان احنا معركه الوعي، ان احنا نوصل للناس الحقيقه. الحقيقه ان الجيش المصري والشرطه المصريه هم بيعملوا وبيبذلوا كل غالي ونفيس من اجل الدفاع عن الوطن. دعني عايزين الناس ما تستجيبش للاشاعات اللي بره. دعني ان اؤكد لحضرتك ان هذه ما تسمى في الحروب حروب العصابات. الحروب القذره. هذا جيش نظامي يواجه مجموعة من القتلة والمرتزقة الذين يتخفون ويظهرون في أوقات محددة لا يستطيع أعتى جيوش العالم بما فيهم أمريكا بما فيهم الروس بما فيهم أعتى جيش في العالم أن يواجه المتخفي أو الذئب المنفرد، أو لأنه التوقيتات بتاعة العمليات وتوقيتاته الحركية تأتي من عقله وليست من أهداف ميدانية بس هو موجهة. رغم عن ومع كل ذلك ومع ذلك الإرادة على الأرض تقول أن هناك تقدم في العمليات اللوجستية. أيوة في القبض على كثير من العناصر، في التخلص من العناصر التي تملك السلاح وتملك المعدات، وبنراها جميعا على شاشات الحمد لله. سيناء فيها تطور جامد جدا، وفي خطوات ايجابيه ومشروعات قوميه وصلت الى سيناء. يعني الحمد لله في خطوات ايجابيه كتير جدا بفضل جهود الجيش والشرطه المصريه. انا بس عايز اخد راي حضرتك بصفتك خبير في الحركات الاسلاميه، يعني كيف ترى نهايه الاسلام السياسي او الحركات الاسلاميه بعد التداعيات اللي بتحصل في اوروبا وامريكا؟ هو هقول لحضرتك على حاجه عشان بس اكون صادق، ما اضحكش او ما اخدعش الساده المشاهدين. الإسلام السياسي في أوروبا أو الجهاديين بالمصطلح الإرهابي للأسف منتشر جدا في أوروبا، لأن معظم الضربات بعد ضربات التحالف في مناطق الصراع زي سوريا والعراق وليبيا، نحن أمام بعض إحصائيات أكثر من 5000 مقاتل. على فكرة بالمناسبة معظمهم غربيين عشان نبقى واقعيين. معظمهم غربيين يعني في نسبة فرنسا، بريطانيا، ألمان، سويد، أسبان، رحلوا إلى ما يسمى بتنظيم الدولة تنظيم داعش. داعش وتدرب الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وأنجب برضو عشان نوصل للسادة المشاهدين، تركيا أوهمت أنها بتحاربهم. تركيا هم أطلقت تركيا هي اللي أطلقت سراح الدواعش في شمال سوريا بعد ما كانوا محتجزين. يعني برضو لازم نوصل للناس المعلومة دي. بالفعل كلامك مظبوط. هؤلاء يرحلون إلى ديارهم، وهناك في مأزق في أوروبا هي فكرة عودة المقاتلين وكيف تتعامل معها أوروبا. هذا الأمر الحمد لله مش موجود عندنا. الحمد لله يعني عندنا مش موجودين. إحنا عندنا يعني هذا الأمر، فكرة العائدون تخلصنا من العائدون من أفغانستان والعائدون من الشيشان. الحمد لله ما عادش عندنا الكلام. إحنا ما عندناش هذا المأزق. يعني هنا عندنا بأزق في بعض الشباب الذي يملك أفكار مغلوطة. كنا بنتكلم يا أستاذ عمرو قبل الحلقة على نقطة مهمة في نفس الإطار دوت، الحرب الفكرية على الإرهاب. إيه دورنا إحنا كإعلاميين أو دور المواطنين العاديين في ضرورة الحرب الفكرية على الإرهاب؟ هم بيحاولوا الإرهابيين يغسلوا أدمغة الشباب، دورنا إحنا كإعلاميين من وجهة نظرك إيه؟ إحنا دورنا لازم نوضح للمشاهدين باستمرار وبشكل مكثف كل القضايا التي تثار بكل وضوح وصراحة على السوشيال ميديا وعلى الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ونناقشها بحيادية تامة، ولا نقع فيما وقعت به بعض القنوات الفضائية المعادية، ولا نقع فيما وقعت به بعض القنوات الفضائية الأصدقاء. دعنا أن نكون صرحاء، نحن نملك مشروع ونملك الأفكار، ولكن الغطاء الذي نقدمه فيها أحيانا يكون غطاء يعني غير واضح. إزاي مثلا؟ يعني بعض القضايا التي نناقشها أحيانا تصب في خانة عدم الوعي وعدم الفهم. ودعني أن أركز مثلا في أن يستغل البعض ضرب بعض المؤسسات الدينية وضرب بعض الشخصيات الدينية المشهورة والمعروفة. ويعني دعني أكون صريحا، مثلا مثل الشيخ الشعراوي، الهجوم اللي حصل على الشيخ الشعراوي هذا هجوم غير مبرر، يستغله البعض ويقرأ من الآخرين قراءة مغلوطة، ويقرأ من الآخرين عند بعض الشباب أدي الشيخ مثلا الشعراوي إذن قيمة زي كده عندما تهان أو عندما
تدار بهذه الطريقه تصيب بحاله من الاحباط وحاله من التطرف المقابل. خلينا نناقش الامر بعمق تاني. عندنا المؤسسات الدينيه زي الازهر وزي الافتاء وزي الاوقاف بدات مشاريع فكريه مواجهه. لذلك لابد ان يكون على التماس وعلى التخوم مع هذه المؤسسات ادوار زي حضرتك، وانا ارى يعني انت بتكتب في بعض الصحف فيها في هذه الجزئيه منذ فتره طويله، وبعض الزملاء الباحثين والمتخصصين في هذا المجال يكتبون. دعنا ان نكون نقدم هذا الامر ليس من باب انه عمل او انه لا، هي احنا زي ما قلنا دي رساله، هي رساله في الاساس. الوعي وطنك ودينك وعرضك في الاساس في المواجهه، لابد ان يكون هذا التناول بكل الوضوح وبكل الصراحه في عمق ووجدان الشخصيه المصريه. هذا الوطن الذي اخرج الامام محمد عبده والشيخ شلتوت وعبد الحليم محمود وقمم من التيارات من العلماء الاجلاء، يملك رصيد فكري ورصيد حضاري ورصيد ثقافي لابد ان نعمل عليه. طب انت حضرتك ترى ان العقليات اللي موجوده دلوقتي هل يصلح معها قصه المراجعات الفقهيه او المراجعات الفكريه التي حدثت في التسعينات؟ هل الشباب اللي موجود المتطرف دلوقتي او مجموعه الارهابيين، يعني انا وجهه نظري ان الناس دي مختلفه عن الناس اللي افرزتهم المراجعات الفكريه وبقوا موجودين، يعني ناجح استاذ ناجح ابراهيم دلوقتي، دكتور ناجح استاذ جليل، يعني وغيره، في ناس كانت عندها افكار متطرفه وبفضل المراجعات الفكريه والفقهيه تراجعوا عن افكارهم، هل ده يصلح دلوقتي للتطبيق من وجهه نظرك يعني؟ المراجعات لن يعني المراجعات شيء قيم جدا وشيء حضاري ومارسته جميع القوى الفكريه في كل العصور. المذاهب الفكريه والمذاهب الاسلاميه وبعض الجماعات. لكن نحن لابد أن نوضح أننا لا نتعامل مع المراجعات مع القاتل أو المحكوم عليه بالإعدام أو الذي تلوثت يده بالدماء. لابد أن نفتح ربوع الفكر ورحابة الصدر، لأنهم في الآخر شباب بعض مغرر به. أنا أتحدث على المغرر به الذي لم يتلوث يده بالدماء، لم يعني الناس اللي هي مش في ايديها دم، الناس اللي هي مجرد عندها افكار فاسده نحاول نصلحها، لكن من تطرف او لوثت ايديه بالدماء ده يتم التعامل معه، يتعامل معه. لكن الفكر لا وجه الا الفكر، وهم ابناء لهذا الوطن ما داموا رجعوا وتابوا وانابوا، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. شوفوا قول المولى عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. هو بعيد، ما عملش أي حاجة خطأ تذكر، ما عملش جريمة تذكر، لكن بعض الأفكار نواجهها فين؟ نواجهها في مؤسسات الفكر والمؤسسات الفكرية التي تدعم هذا الحوار. والحمد لله أننا نملك مرة أخرى مؤسسات ونملك أفراد ونملك معايير أن تقيم. اسمح لي يا استاذ عمرو، انت حضرتك شاركت في مؤتمر الافتاء السنه دي والمؤتمر السنه اللي فاتت، يمكن انا قابلتك السنه اللي فاتت في المؤتمر. مؤتمر الافتاء وحط جنبه مثلا ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي، انا حضرته الكام سنه اللي اتعمل فيهم. وجهه نظرك هذه المؤتمرات الدوليه ليها دور في انها توصل رساله سلام للعالم وتوصل رساله عن ان مصر بلد التسامح؟ وجهه نظرك ايه يعني؟ بالفعل ولا محتاجه هذه المؤتمرات الى تطوير؟ يعني عايز اعرف رايك. كل شيء محتاج الى تطوير، لان الامكانيات بتاعه مصر وامكانيات الحضاريه اللي هي خاصه بترويج الافكار باللغات العالميه بدات تظهر كويس. ولكنها الحقيقه اننا امام مؤسسات ضخمه، دعني ان اقول لك مؤسسات فكريه ومؤسسات بحثيه ومؤسسات بحث دراسات غربيه بتلجا الان الى مؤسساتنا والى اساتذتنا والى اشخاصنا بيان الازهر الشريف، الازهر الشريف طبعا طبعا نموذج الاسلام الوسطي في العالم كله طبعا، ومؤسسه الاوقاف وكله الجميع بدون مبالغه، يعني بدون مبالغه دي حقيقة. انا عندي داتا في هذا الامر. لكن الـ الفكره لابد ان تتبلور على ارض الواقع، بمعنى ان ننزل من المؤتمرات
ومن الساحات العلمية إلى أرض الواقع. لابد أن نناقش الشباب في الحواري والنجوع والقرى، لابد أن نناقش الشباب في السجون والمعتقلات، لابد أن نناقش الشباب على السوشيال ميديا في الغرف المغلقة وعلى الشات، لابد أن نقوم بهذه الأدوار. عندما أضع مثلا بوست على الفيسبوك وتحدث أن التاريخ التركي لابد أن يعاد قراءته مرة أخرى، فأجد كم كبير جدا من الهجوم والسباب السباب نتعامل معه نتغافل عنه. يعني هو برضو هم بيعملوا حرب ثقافية علينا للأسف، الذباب الإلكتروني طبعاً. في قمة والسوشيال ميديا بها كم كبير جدا لجان إلكترونية لجان إلكترونية المدعمة. انت النهاردة ممكن باتنين دولار او بتلاتة دولار تعمل اعلان ممول على الفيسبوك يتنشر يقرأه الاف، في حين ان انت مثلا بعض القنوات الفضائية بتصنع امكانيات وكاميرات واستوديوهات ولا توظف دقيقة او دقيقتين من هذا على السوشيال ميديا. ليه انت قاعد هتتكلم ساعة اهو، يعني القنوات ليها دور برضه، ربنا يخليك. فهذا الصراع لابد ان نتناوله. العالم الآن في تطور والشباب لا تتابع الفضائيات بشكل مباشر. يعني هو الوقت الفضائيات بيستقطعوا فقرات دقيقة ودقيقتين على القنوات، لابد أن تكون مركزة. يا شباب، يا فتيات، دعكم من الأفكار المغلوطة، دعكم من الأفكار التي تروج على وطنكم، وابدأوا في نقاش وحوار دائم يخدم ما توصلتم من أي من أفكار وتبنوا عليها أفكارا جديدة. طب مش ممكن يكون يا أستاذ عمرو الأسرة المصرية للأب وللأم دور فيما يحدث بالطبع، متابعة أبنائهم بالطبع، يعني مش هنرمي كل حاجة على الدولة، إن الواحد يبدأ بنفسه. الأسرة المصرية دورها إيه في إنها تتابع أبنائها؟ ممكن يعني نتعرف على ده من حضرتك؟ أقول لك كارثة. اتفضل. أنا أعرف بعض الأسر تتعامل مع أبنائها وفتياتها من خلال الموبايل والفيسبوك، يعني بيتكلموا على الشات. بس دي مش كل الأسر المصرية، يعني ممكن ده يعني مش كل الأسر يعني المتابعة فئة معينة، المتابعة للأسرة والمتابعة للابن وإيجاد أوقات ورجوع لي فكرة الكتاب. أنا لي جار مثلا بيقول لي أنا بدأت أن أقنن توقيتات الجلوس على الموبايل وعلى التابلت وعلى هذه الأشياء، أقننها بعض الساعات القليلة وأبدأ أعطيه بعض الكتب أو بعض الصحف أو بعض المطبوعات الدينية الرقيقة اللي بها رقائق وبها بعض المواعظ والاعتبار التي تستطيع أن تفتح ذهنية في أوقات الأجازات وأوقات الفراغ التي عند الشباب. في برامج كمان إلكترونية موجودة، في برامج على التليفون يقدر بها الأب والأم يتابعوا نشاطات أبنائهم وماذا يشاهدون. البرامج دي مهمة جدا. نحن نوصي الآباء والأمهات من متابعة وإيجاد برامج يومية، جدول معمول. أوقات الدراسة كذا، أوقات الترفيه كذا، يأخذ الأب ابنه إلى بعض الأماكن التراثية وبعض الأماكن السياحية وبعض الأماكن التي بها عبق التاريخ وعبق يتعرف المصري. على مصر، يعني احنا موجودين جوه مصر، يتعرف عليها، يصطحب ابنه يصطحب زوجته في رحلة ثقافية. عندنا مسجد السلطان حسن، عندنا القلعة، عندنا أماكن كثيرة جدا. نرجع يعني لدور الأسرة المصرية، شارع محمد علي أو شارع السلطان حسن أو الأماكن الجميلة الراقية في الأزهر أو في الحسين أو منطقة الحسين، أماكن بعضنا بيتعرف عليها لأول مرة. يعني المقصد ان احنا يجب ألا نترك ابنائنا لما الموجود على التليفون ياخد منه معلومات الخطور. وما نسيبش ابنائنا برضو للدراما التركية والدراما الهندية اصنع فنك بنفسك. صح، اصنع فنك بنفسك. عندنا يعني مسلسلات درامية وأفلام درامية في قمة الروعة، تستطيع أن تدخل وتأمن. اسمح لي أقول لحضرتك مثلا فيلم الممر، يعني أنا اتفرجت على الفيلم، كان جاي لنا دعوة من السينما المعنوية، فيلم رائع بصراحة. لو جينا نبص هنشوف الناس كانت واقفة على السينمات واتعمل نسب مشاهدة عالية جدا في التلفزيون. إذن الناس محتاجة ان نروج احنا للفكرة دي، فكرة المشروع، انها تشوف حاجات ايجابية عن مصر، تشوف البطولات بتاعت الجيش المصري العظيم، يعني وده نجح بالفعل.
نجح في فيلم ممر ونجح في بعض المسلسلات الدرامية كما زلنا نذكر رأفت الهجان، ليالي الحلمية ورأفت الهجان وبعض الحوارات الدرامية التي تستقطع من أفلام زي الممر ورأفت الهجان وغيرها التي صنعت حالة وطنية وصنعت حالة للتعريف الشباب وتعريف حتى الكبار من الشيوخ. أنا أمي حتى هذه اللحظة عندما تسمع مسلسل رأفت الهجان وتشاهده أكثر من مرة وتستمتع به، يعني حالة الوجدان المشاهد العربي عاطفي، استغلاله من دراما غربية أو أيوة. دراما تركية أو الحرب حتى الثقافية اللي الفكرة هي الثقافية، ما هو ده اللي تحدثت عنه دار الإفتاء وحذرت منه. لم تحرم على فكرة، يعني كثير جدا من القنوات المفتي الجمهورية يحرم مشاهدة، لم يحدث، نحن نحذر أو دار الإفتاء تحذر والباحثين يحذرون من القراءة المغلوطة للتاريخ التي تقدمها المشاهد التركية والمشاهد الإيرانية والمشاهد الفارسية والمشاهد الإسرائيلية في عقل ووجدان المجتمعات العربية، سواء بقى من خلال الدراما، سواء دراما. من خلال الثقافة، سواء من خلال الكتاب، سواء من خلال بعض الصور التي تروج بعض المشاهد. يعني أنا حتى إحنا كان معايا ضيوف الأسبوع اللي فات كتاب صحفيين سوريين، فكانوا بيتكلموا على إن أردوغان الصورة اللي موجودة في الدراما التركية صورة غير واقعية. أردوغان بيحاول إنه يهرب من فشله داخل تركيا بأنه هو يخلق صراعات ونزاعات بره، والشباب الصغير المغرر بيهم مبهورين بما اللي بيتفرجوا عليه. في الواقع ان تركيا مش بالشكل، تركيا عندها مشاكل كتير جدا، بل ان مصر وضعها مستقر وامن وافضل من كل الدول المحيطه بينا. انا قابلت باحث يعني عربي مشهور وبحدثه عن جامعته، فقال لي كلمه عجبتني جدا، قال انا عايز ادرس في الازهر، وانا هجيب منين 1000 عام؟ رغم ان هو راجل كبير في السن، انا فاكر يعني هجيب منين 1000 عام؟ هو عنده جامعته، وجامعه على فكره محترمه وعريقه، يعني جامعه يعني في احد الدول. لكن بص التعبير، من اين اتي بألف عام من الخبره وألف عام من التاريخ وألف عام من التراث والعراقه، ألف عام من التراث، ألف عام من لذلك لابد ان نضع ايدينا وندفع بكل قوه الدور التاريخي والدور الفكري والدور الثقافي الذي يقوم به الأزهر، ونحذر من اللعب بالنار في هذه النقطة تحديدا. يعني انت حضرتك شايف ان اوهام الخلافة العثمانية الى زوال؟ طبعا طبعا، هي زالت اصلا، هي زالت، والمصريين تعاملوا مع العنطزة التركية والتجبر التركي منذ رحيل الدولة العثمانية. وبالمناسبة فكرة الخلافة نفسها لابد أن نعيد قراءتها، والأزهر يمكن غطى المؤتمر التجديد فكرة التراث على فكرة التجديد، للحوار الشهير بين فضيلة الشيخ الأزهر وبين رئيس جامعة القاهرة. لكن لا، ده حوار بين عالمين، يعني في ناس حاولت. الحقيقة أن المؤتمر أخرج مبحث مهم جدا في فكرة الخلافة، وفكرة الخلافة هل يعني يستطيع أن يعود الزمان لإعادتها مرة أخرى، وهل لرئيس الدولة هو منوط به الخلافة، وهل هو مشروع الخلافة مبني من الممكن أن نستعيد به بمشروع جامعة دول عربية قوية تملك مقدراتها وتملك ريادتها وتملك إرادتها على الأرض؟ هذا هو النقاش الفعلي. هل هي مؤسسة الدولة الحاكمة تقوم بفكره الخلافه والخليفه؟ في تجربه كويسه جدا اللي هي مصر لما تولت رئاسه الاتحاد الافريقي لغايه يوم 9 من الشهر الجاري، السيد رئيس عبد الفتاح السيسي دعا الى عقد قمه افريقيه في مصر لانشاء قوه لمكافحه الارهاب. ده لو ايدينا فعلا الدول الافريقيه يعني تتحد وتنفذ هذه الفكره، مش هنحتاج بقى لتدخلات دوليه ولا يو ان ولا الكلام ده. جامعه الدول العربيه برضه منوط بيها انها تفكر نفس الافكار، ويعني انا معتقد ان مصر لابد ان يكون ليها دور في اي خطوه من هذه الخطوات. انا عايز بس اضيف حته، مش المقصود انت ما تقرا في بنود هذه المؤتمرات
والسياقات العامه في الدعوات بتاع هذه الامارات. من مقصود محاربه الارهاب ليس الارهاب الاسلامي فقط، لكن انت عندك اسلاموفوبيا، عندك الطغيان الاسرائيلي. بالمناسبه في مرصد الاسلاموفوبيا في دار الافتاء تحدث عن الخوف من الاسلام في المجتمعات يعني الغربيه، يعني الذي يقول اننا نتحدث فقط عن فكره الاسلام وخطوره ان الاسلام دين بيصعب الاسلام هو دين الإرهاب. تسامح لا، في كل دين عندك في اليهودية. واللي حصل في نيوزيلندا يا أستاذ عمرو، اللي حصل في نيوزيلندا أما واحد دخل قتل ناس بتصلي مسيحي متطرف في كل موجود، التطرف موجود في كل الديانات. لذلك احنا ما بنواجه بنتكلم فيه، بنتكلم على فكرة الصهيونية، استغلال الدين اليهودي للسياسة. بنتكلم على المسيحية المتطرفة، المسيحية الصهيونية، استغلال المسيحية المتطرفة في السياسة. كذلك في الإسلام، ما بنقول داعش إرهاب في كل ولا أنصار بيت المقدس ولا الإخوان بأجنحته، لواء الثورة والأجنحة السرية والتنظيمات السرية والتنظيم السري عبر التاريخ. هو هذا هو القالب الذي نرفضه. لكن هل الإسلام كدعوة يملك رؤية فكرية وحضارية وصاحبة سلام؟ نعم. حققت نتائج؟ نعم. أثرت في أوروبا؟ نعم. حققت إنجازات فكرية وثقافية وأخرجت علماء أدين لهم من قبل الغرب وأدين لهم من قبل الشرق، شاهد لهم الجميع وشاهد لهم الجميع. نعم. إذن يعني من يتحدث عن لذلك فكرة تصعيد فكرة الإرهاب هي فكرة بس إحنا بنتحدث عليها لأنها هي موجة العصر التي يدفع شبابنا ويدفع رجالنا في سيناء وفي غيرها من الأماكن. الدم غالي جدا، لذلك لابد أن يفيق من يدعون التدين ويفيق من يدعون الريال وأنهم قادة وأنهم علماء أن واجب الوقت هو مواجهة التطرف ومواجهة الغلو ومواجهة التشدد ومواجهة الإرهاب، لأنه سوف يطالك ويطال ثوبك عن قريب. وجهة نظر حضرتك ايه في القنوات المضللة والقوى الظلامية اللي بتحاول نشر الإشاعة كل فترة؟ يعني احنا كنا الفترة اللي فاتت في شهر يناير اللي فات بس واجهنا حاجتين مهمين جدا، دعاوي القنوات الممولة من قناة من جماعة الإخوان الإرهابية لثورة يوم 25 يناير، وانتهى 25 يناير بدون أي مشاكل، وخرج علينا المقاول النصاب ده المقاول الهارب وقال إن أنا بطلت سياسة. الخطوة الثانية اللي حصلت في شهر في نهاية شهر يناير إن هم صدعوا دماغنا وقالوا إن في صفقة القرن، مصر تنازلت عن جزء من أرضها، وخرجت صفقة القرن يوم 28 يناير على لسان الرئيس ترامب وقال إن مفيش يعني خرجت صفقة القرن الخالية من هذا التخريف. ايه دورنا احنا ان احنا نوصل للناس خرافات هذه الجماعة، وازاي نحارب الاشاعات دي؟ هل نحاربها اول ما تطلع ولا احنا نرد على كل نمشي وراهم بقى خطوة بخطوة؟ لا لا لا، وجهة نظرك ايه؟ لا لا، وجهة نظري نحن نسير في رؤية فكرية وحضارية نطرح فيها قضايانا، ودعنا من هذه الترهات وهذه العقول التي ثبت من خلال الممارسة العملية أن فشلهم واختلافهم الداخلي هو الذي يعبر عن نزعتهم الداخلية. هذه القنوات بالمناسبة يعني مرت مصر بمراحل كثيرة جدا ودعاوى مواجهة في كثير جدا من أوقات التاريخ في الستينات والسبعينيات والثمانينيات، لكن الآن ظاهرة. لماذا؟ لأن حيز التناول، حيز الانتشار على وسائل الإعلام أصبح كبيرا، وأصبح استغلال النفوذ واستغلال التمويل واستغلال عقول الشباب بشكل مباشر موجه. لكن أنت أمام مجموعة من القنوات أو مجموعة من الاتجاهات الموجهة التي تحاول بشكل أو بآخر النيل من سمعة مصر وأدائها. أنا أستغرب وكيف سقطت هذه الدعوة. أديك على سبيل المثال فكرة صفقة القرن، ردد هؤلاء كثيرا أن مصر ضالعة بشكل أو آخر في، وطلع الكلام ده كله تخريف في الآخر. الحق ما شاهدت به الأعداء، والحق طبعا ما شاهد به أنصار القضية. نحن كنا في معرض الكتاب منذ عدة أسابيع، واستضفنا الدكتور أحمد رفيق عوض واللواء محمد المصري مدير الاستخبارات الفلسطينية داخل معرض الكتاب، وتحدث بكل احترام وتقدير عن القيادة المصرية، القيادة السياسية، وعن موقف مصر حكومة وشعب.
نحن لا نتحدث عن الحكومة، الحكومة لها يعني من يمثلها، لكننا نحن نتحدث عن القوى الناعمة، الثقافة المصرية، الثقافة والدبلوماسية الشعبية. كيف أدارت هذه المعركة التي قالت بشكل واضح وصريح لا لصفقة القرن، لا هتاف بقى ولا كلام ولا زعيق اللي بنسمعه على قنوات الفضائية، بكل وضوح وصراحة صفقة القرن في عقول وأوراق 87 ورقة قدمت، سوف يحسمها وتحسمها إرادة الشعب الفلسطيني، الجماهير العربية بدعم كامل للسلطة الوطنية الفلسطينية. شكرا أستاذ عمرو، يعني ألف ألف شكر حضرتك، نورتنا وشرفتنا النهاردة. تحياتي لك يا أستاذ وليد، وبرنامجك الجميل والقناتك الجميلة، ودايما في تقدم وتألق بإذن الله. ألف شكر. انتهت حلقتنا، يعني أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، وعلى وعد باللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله. ألف شكر.